وأكترية الناس اللي مربية كلب عندها سبب في تربية الكلب ده، حتى لو انت مش عارفه ومش من حقك ان انت تسأل انا مربي كلب ليه. ده مبدئيا. في ناس كتيرة جدا بتحب الكلاب، وفي ناس اكتر بتكره الكلاب وبتكره تربية الكلاب وبتكره الناس اللي بتربي كلاب. فيديو النهاردة هنتكلم وندي رسالة للناس دي، وهندي رسالة للناس دي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك، ونفسي اسمع رأيك في الكومنتس هيبقى شكله عامل ازاي. اوكي يلا بينا نبدأ. هنبدأ الاول بعد اذنك يا ديفا. ثانية واحدة اديني بس مساحتي لو سمحتي. اوكي انا كاتب كل حاجة بس هنا عشان ايه ما نضيعش وقت. اوكي نص الفيديو الاولاني هتكلم للناس اللي بتحب كلاب، والنص الاخير هتكلم مع الناس او هدي رسالة للناس اللي بتكره الكلاب وبتكره فكرة تربية الكلاب. اوكي او ضد الفكرة دي. اوكي للناس اللي بتحب الكلاب بعد اذنك كريمة. للناس اللي بتحب الكلاب نعم عايز صوت تعالي هنا وقعدي بقى. طيب ماشي. للناس اللي بتحب الكلاب لازم تفهم كويس جدا 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 ان في أكترية الناس بتكره الكلاب. في ناس كتيرة جدا جدا بتكره الكلاب. سيبك من الكوميونيتيز وسيبك من الجروبات بتاعت الفيسبوك، وسيبك من الناس صحابك وسوق الجمعة والناس اللي بتعمل ايفنتات وكده. اكتر الناس مش عايزة تشوف كلاب في حياتها، ولازم تحترم ده. جيرانك، صحابك، قرايبك، ممكن ناس عندك في البيت يكونوا افراد اسرتك ما يكونوش بيحبوا كلاب. اوكي فلازم تحترم حاجه زي كده وتوفر لهم سبل الراحه. يعني لازم المفروض جارك يبقى مرتاح منك، يكون انت مش مسبب له في اذى. في حاجات لازم تاخد بالك منها كده. اول حاجه الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها وانت جوه بيتك واقف على نفسك البيت انت وكلبك، لازم تاخد بالك من الصوت، ولازم تاخد بالك من الريحه. الصوت في كلاب كتيره جدا بتقعد تهوهو، وفي كلاب كتيره جدا بتقعد تعيط طول الليل وطول النهار بتسبب ازعاج جامد جدا. لازم تاخد من بالك حاجه زي كده وتعالج حاجه زي كده. والريحه نظافه، الشعر اللي بيبقى متنطور في كل حته، ولو في حشرات لازم حاجه زي كده تاخد بالك منها كويس جدا. انت من حقك ان انت تربي كلب، لكن من حق جيرانك ان هم ما يشموش ريحه وحشه، ما يقابلوش حشرات في بير السلم ولا في داخل بيتهم، ولا يقابلوا شعر متكعبل في كل حته وهم مش عايزين حاجه زي كده. ده بالنسبه لو انت قاعد جوه البيت. طب لو انت بقى نزلت بالكلب، بسم الله الرحمن الرحيم كده، طوق سلسلة كمامة. اوكي طوق سلسلة كمامة. مش كل الناس بتطبق موضوع الكمامة، لكن القانون الجديد بيلزمك ان انت تلبس الكلب كمامة لو كلبك كبير. بس المفروض طوق وسلسلة، يعني طوق وسلسلة ده بسم الله الرحمن الرحيم ده اول حاجة. طب انا كلبي بيعرف يمشي وهو سايب ومؤدب وكل حاجة، برضو لازم تربطه، لازم احتراما لجيرانك، وبحيث ان انت ما تسبب لهمش اي ازعاج ايا كان. طيب حاجة تانية، في حاجة تانية، تجنب الناس ازاي؟ تجنب الناس في الاماكن وفي المواعيد. والله انا بيتي هنا، ولو نزلت يمين هلاقي سوق مليان ناس، ولو دخلت شمال هلاقي شارع فاضي. لما بمشي بالكلب المفروض امشي في الفاضي احتراما للناس اللي بتنزعج من الكلاب في الزحمه. مش شرط ان انا انزل في قلب الزحمه واضايق الناس. تاني حاجه الميعاد اللي انزل فيه، لو انا هنزل ساعه الظهريه، وساعه الظهريه دي زحمه جدا جدا، وفي امكاني ان انا انزل الكلب بتاعي في وقت افضل، يبقى انزل الكلب بتاعي في وقت افضل عشان ما سببش اي ازعاج لجيراني. اوكي لو انت عندك جيران ساكنين في وشك، فوقيك، تحتيك، كده كده على طول لازم كده كده هتكعبل فيهم. ما فيش بقى نزلت بدري، نزلت متاخر، نزلت رحت يمين، نزلت رحت شمال، كده كده هو ساكن في وشك. اول ما بتفتح الباب كده كده بيلاقوا الكلب في وشهم. ساعتها ممكن تعمل اوفر ان انت تعرض عليهم ان يا جماعه لو انتوا عايزين تتعرفوا على الكلب انتوا وولادكم، بحيث ان انتوا تحسوا بامان مع
احترام رأيهم. يعني هو لو قالك لا انا مش عايز اتعرف على كلاب، مش عايز اطبطب على كلاب، قول له اوكي. لو قالك اوكي اعرض ده، بشرط ان انت تبقى متأكد ان الكلب بتاعك هيبقى سلوكه كويس. تعرف الكلب على جيرانك اللي في وشك، اللي تحتيك، اللي فوقيك، بحيث انها تعملش زعر كل مرة الباب يتفتح تعمل الاباندا في البيت. لا، الموضوع ده مرفوض. المفروض الدنيا تمشي بسلاسة. عدم التعرض للكلاب والقطط اللي في الشارع مع كلبك. يعني انت لو انت شفت كلب في الشارع، ما تحاولش بقى تقرب كلبك للكلب ده والكلاب تقعد تعوها على بعض. نفس الكلام لو لقيت قطة في الشارع، ما تحاولش ان انت تقرب الكلب من القطة بحيث ان انت تعمل دوشة في الشارع وتعمل جو مش مكهرب لجيرانك وللناس اللي عايشين حواليك. ما تعملش ده. تجنب اي مشاحنات ما بين الكلب وكلب تاني ماشي في الشارع، او كلب وقطة. تجنب حاجة زي كده. خليك انت وكلبك ما تتسببوش لاي اذى لحد من سكان العمارة او من سكان الشارع. الحاجة الاخيرة ان انت لو لقيت تصرف قدام عينيك لحد معاه كلب بيتصرف تصرف وحش، انتقده. حاول بقدر الامكان ان انت تقف في صف الناس في ان هي تقول لا اللي بيعمله ده غلط. لو شفت واحد بيجري كلبه ورا كلب تاني، بيجري كلبه ورا قطة، بيجري كلبه ورا عيل صغير، او بيعمل خناقات او بيعمل نوش، لازم تبين ان مش كلنا في كفة واحدة. في ناس مربيين كلاب عايزين ان هم يربوا كلاب في امان، من غير دوشة، من غير اي مشاكل مع اي حد خالص. بالنسبة بقى للناس اللي بتكره الكلاب، انا عايزك اول حاجة تفهم ان الناس اللي بتربي كلاب دي من حقها ومن حريتها الشخصية ان هي تربي كلاب، وحقها القانوني ان هي تربي كلب لو هي مرخصة. فانت مش من حقك ان انت تعترض على فكرة ان انا اربي كلب، حاجة زي كده مش موجودة. الحاجة التانية لازم تفهم كويس جدا ان في ناس بتربي كلب لأسباب مش شرط ان انت تبقى عارفها. يعني في ناس بتربي كلاب علشان هي محتاجة ان هي تربي كلب، عشان هي عايزة كلب حراسة، عشان هي عايزة كلب يبقى ونس ليها في البيت، عشان عايزة كلب يساعدها في حاجة معينة. فمش كل كلاب منظرة وبلطجة، لا خالص. اللي بيربي كلب من حقه ان هو يربي كلب، واكترية الناس اللي مربية كلب عندها سبب في تربية الكلب ده، حتى لو انت مش عارفه. ومش من حقك ان انت تسأل انا مربي كلب ليه. ده مبدئيا. حاجة مهمة جدا، لو انت ليك جار عنده كلب ومربي كلب، والكلب اذيك في حاجة معينة، بيطلع صوت جامد جدا والصوت ده عامل لك قلق، الكلب بيعمل تويلت في منطقة انت مش عايزه يعمل تويلت ومبوظ لك مدخل العمارة مثلا، في تصرف ما من الكلب ده اذيك، ما تترددش ان انت تتكلم مع صاحب الكلب وتقول له ان الكلب ده اذيني في كذا. وما ينفعش ان انت تقول له الكلب ده اذيني فمشيه، لا. قول زي بالظبط لو انا ابني بيعمل شقاوه، مش هينفع ان انا جاري يجي لي يقول لي ابنك بيعمل شقاوه مشيه. مفيش حاجه اسمها كده. انت بتقول لي سلوك الكلب ده بيزعجني في الحته الفلانيه، فلو سمحت صلح الحاجه دي. وانا لو انا انسان سوي هكون حريص جدا 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 ان انا اصلح الحاجه زي كده، لان معظم الناس مش عايزة ان هي تزعج جيرانها ومش عايزة وجع دماغ، فاحنا مش اعداء بعض. اوكي. وحاجة اخيرة، لو انت حاسس ان جارك محترم وكده كده لا مفر من ان انت تواجه كلب كل يوم، حاول ان انت تعرض عليه ان انت تتعرف على الكلب بتاعه، وتعرف اولادك على الكلب بتاعه، بحيث ان انت صدقني لو هتعمل حاجة زي كده وهتاخد خطوة زي كده هتحس بامان قوي جدا جدا جدا، ان انت مش خايف من الباب اللي في وشك ده لو اتفتح والحيوان اللي ورا الباب ده جرى عليك مرة واحدة. فادي لنفسك فرصة ان انت تتعرف على اللي ورا الباب ده، بحيث ان اللي هو اتفتح
ما تخافش على نفسك، ما تخافش على مراتك، ما تخافش على ولادك، فخلي الباب ده مفتوح، واعرض على صاحب الكلب ان تقول له احنا خلاص احنا عايشين في وش بعض، وهنفضل الحال كما هو عليه، فانا احس بامان اكتر لو انا اتعرفت على الحيوان ده وولادي اتعرفوا على الحيوان ده، مش يبقوا اصحابه بس، نبقى عارفين بعض، ما يستغربناش، ما يهوهوش علينا، ما يجريش ورانا، ما نحسش بالذعر كل مرة الباب ده يتفتح فيه. ف يعني فيديو كنت كان نفسي في الكلام ده ان هو يطلع، وان انا اوجه الرسالة دي للناس اللي بتكره مربين الكلاب قبل الناس اللي بتربي كلاب، وبرضو نفسي كنت اوجه الرسالة دي للناس اللي بتربي كلاب، بحيث ان هي ما يحصلش كلاش ما بينهم وما بين جيرانهم وما بينهم وما بين صحابهم. فكل سنة وانتم طيبين، وما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تكتب لي رأيك تحت في الكومنتس، واشوفكم الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.